الدمار الهائل الذي خلفه القصف الهمجي لقوات النظام خيام درعا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نحن الآن في مخيم درعا جولة حول مناطق الدمار الذي استهدفها النظام. كما رأيتم اتفرج الدمار الذي حل على المدنيين. هنا كان في مخيم درعا أكثر من 110,000 نسمة، والآن لم يتبقى أكثر من 500 نسمة من بسبب الدمار الذي استهدفه بشار الأسد. انظروا الدمار الذي حله في بيوت المواطنين الآمنين. لم يدع أطفال ولم يدع نساء ولم يدع شيوخ، حتى القطط قتلها، حتى الحمام الذي يطير في السماء قتله بشار الأسد. رغم هذا العالم كله يعني سبحان الله رب العالمين كأنه ما فيش عندنا إسلام ناشد المسلمين ولا أحد يرد علينا. يعني تفرج أنتوا الدمار بعينكم، هاي الدمار اللي حل في مخيم درعا. كل يوم عم ننقصف نقص حاد في المواد الطبية. أخي الكريم عم أقولكم نقص حاد في المواد الطبية في المشافي الميدانية في محافظة درعا. ثاني شغلة نقص بالأكل والشرب والمعونات اللي ما عم تيجي على المخيم منعا باتا. وأنا هذا مخيم درعا، هذا أحوال في مخيم درعا حجي. يا لطيف هاي هون نازل نازل بالشارع مخرب الدنيا. هيك زلمة إذا نازل هو شلون نازل الدين؟ هذا ما هم دبنا كل ابني هذا النظام على صوت العشاير أنا ضبطي هذا النظام يا رجل. خذ تعقيات صاحبك. اسحبوا على الباب زي ما قدرت منكم او نظبط مكان شي رجعت ونرد الحمام مع الجميع. عادي يعني من هيك مستوب ورد كمل.